العقارية داخل البوث الخاص بشركة بنيان للتشييد. ولنا هذا اللقاء مع الأستاذ حسن جودة المدير التنفيذي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. هبدأ مع حضرتك بمعرض الأهرام العقاري، وعايز أعرف هل دي المشاركة الأولى ليكو ولا لا؟ احنا بنتكلم في 20 سنة لهذا المعرض، ومعرض ضخم جدا طبعا في مصر. في البداية أحب أرحب بحضرتك. المعرض الأهرام العقاري 2019، احنا دلوقتي للسنة الرابعة على التوالي موجودين فيه. المعرض السنة دي الترافيك بتاعه عالي. السوق العقاري عامة يعني عن السنة اللي فاتت بقى فيه نشاط عن السنة اللي فاتت، حتى لو كان السنة اللي فاتت بعض الركود في بعض الأماكن مش كل الأماكن، إلا أن السنة دي حتى بسأل الناس أصدقائنا يعني من الشركات الأخرى، لا كله راضي السنة دي عن الوضع العام في الاقتصاد. يعني حركة البيع والشراء، البيع والشراء بقت أفضل شوية من السنة اللي فاتت. هو ممكن تكون بدأنا نعمل نقلل في المساحات، وخاصة أن شركة بنيان شغالة في القاهرة الجديدة، الإسكان الفاخر أكتر وحاجات زي كده. بس دلوقتي حتى الدولة في الفترة الأخيرة كانت طرحت أراضي زي بيت الوطن، زي النرجس الجديدة، بمساحات أراضي أقل من قبل كده. فبقى عندنا دلوقتي الوحدات بقى من 100 متر 140، فقدرنا نواكب. يعني كده بتوصل لكل الشرايح تقريبا كمان. بنوصل لكل الشرايح، وعشان كده بقول لحضرتك القوة الشرائية حتى لو كانت قلت، بس بدأنا احنا نغطي في الشركة عندنا بقية الشرايح اللي ما كانتش موجودة. كنا شغالين مثلا شريحة بي، دلوقتي بدأنا ننزل للسي وهكذا. أسأل بقى حضرتك عن بنيان، خلينا نعرف شوية برضو عن الشركة والمشروعات المطروحة، ولو في عروض كمان في المعرض السنة دي. هي الشركة استارت في العقارات من حوالي 2003، شغالين في تجمع 2007، كانت البداية بتاعتنا 2007، وعندنا اكتر من 300 مشروع من اول الاحياء الاول والثاني، الحاجات القديمه جدا. 300 مشروع ما بين فيلا وعماره، لان كل شغلنا سبريت، فكنا اصلا بننفذ حتى كمان لحساب الغير، فدي كلها بتضيف لينا للسي في بتاعنا. كنا قبل كده في الاقاليم، وجينا بقى التجمع 2007 ومكملين لحد النهارده في التجمع يعني. طيب خليني برضو أروح لنقطة مهمة أستاذ حسن مع حضرتك، التنافس الموجود. يعني خلينا نتكلم حتى داخل المعرض، التنافس كبير جدا، مطورين عقاريين كتير جدا، أوفرز كتيرة ومختلفة. إزاي برضو كشركة بحجم بنيان تقدر أن هي تحافظ، أو أن هي برضو تستقطب الشخص اللي هو عايز سواء سكن أو استثمار للشركة؟ احنا بنقدر نحافظ على العميل بتاعنا، أن احنا بفضل الله بنحاول بقدر الإمكان بنسلم في المواعيد المظبوطة. ممكن بعض الشركات عندها الحته دي اقل شويه. اقدر انافس ان انا واخد افضل تصميمات في السوق العقاري في القاهره الجديده عام 2017، واخد جائزه افضل تصميمات، فلحد النهارده محافظ على تصميماتي. فالعميل اللي عندي بيبقى جاي عارف ان بنيان بتعمل تصميمات كلاسيكيه بتاع وسط البلد القديمه لحد النهارده محافظين عليها، فبالتالي هو جاي عايز حاجه محدده من بنيان، محتاج انه يسلم في مواعيده، وياخد معايا البناء المباني والتشطيب بتاعه بنسبة 100%، ما فيش أي مشاكل. بدأت أسلم في التجمع، ودي كانت حاجة سابقة قوي إن أنا سلمت تشطيب على المفتاح، وحاليا بنسلم العملاء بتوعنا مشاريع السابقة لتشطيب على المفتاح. ده ضاف ليا بقية الشركات اللي في نفس السوق عندي بتسلم تشطيب نص تشطيب، فأنا شطبت تشطيب مفتاح بمواصفات وكواليتي عالية جدا، فالعميل بدا يجي لك لا بنيان فعلا محترفين. يعني ممكن شخص يشتري ويروح يشتري تاني نفس الشخص من حضرتك في مشروع تاني عشان التسليم، عشان التسليم. بغض النظر ممكن كلنا شبه بعض في النظام المالي، لان في الاخر احنا معظمنا واخدين اراضي قريبه من اسعار بعض، واخدين بتسهيلات معينه من الحكومه او لاخره. فالحته دي التنافسيه عندي ان انا انفذ في الوقت المظبوط واسلم وادي الكواليتي والجوده بتاعت البناء. انا عايزه لو نقطه اخيره حضرتك برضو تفيد بيها الناس اللي بتتفرج، سواء برضو بيدور على سكني او بيدور على استثمار، او عايز معلومه عن هذا القطاع، قطاع العقارات. هو عامه المعرض الاهرام من افضل المعارض الموجوده، هو معرض ثقه لاي عميل. المعرض النهارده السنه دي فيها حوالي ما يقرب من 55 شركه، مغطيين كل المناطق اللي فيها عقار، ان كان اكتوبر، زايد، ساحل، سخنه، القاهره الجديده، العاصمه.
فهو بالنسبه له يقدر يجي المعرض يستفيد بالخصومات ما بين الشركات، والتنافس بيبقى فيها قوي جدا، ما بتحصلش بعد المعرض، على قد المعرض بس في خلال الاربع ايام، ويقدر هو يختار. وبعدين دلوقتي السوشيال ميديا بقت مغطيه الكلام ده، لو في شركه عندها مشكله ما بتظهر على السوشيال ميديا، فهو خلاص بقى السوق كله في الاخر سوق صغير، مهما كبر هو سوق صغير، والشركات اللي شغاله ولها سابقه اعمال يشتري وهو مطمن، يعني لها سابقه اعمال وبيسلم في المواعيد وبيسال عنها وبياخد السي في بتاعها، فهو هيشتري وهو مطمن. فهنا المكان الوحيد اللي متجمع فيه كل الشركات واللي كله بيعرض فيه البضائع بتاعته، ممكن ما ياخدش قرار الشراء دلوقتي، ممكن حتى يقول لك مش عايز العرض دلوقتي، انما هاخد العرض، مش محتاج العرض مقابل ان انا اكون امن. فهو بالنسبه له المساحه كلها مفتوحه وكل المشاريع موجوده قدامه. يعني فاضل يومين واحنا والمعرض ينتهي، فيعني دي رساله ممكن برضو ان هي تكون موجهه لاي شخص لسه بيشاور عليه يجي المعرض ولا لا. فاضل يومين، يوم 28 اليوم الاخير لمعرض الاهرام. اسال حضرتك اخر سؤال واخر نقطه، ودور المجتمع المدني، لان ده مهم جدا. والله دور المجتمع المدني وخاصه احنا كمستثمرين او مطورين عقاريين، احنا محتاجين حزمه من القوانين تحمي العميل اللي هو بيشتري، الاند كاستمر اللي بيشتري شقه او وحده او محل او كده، من بعض الشركات اللي بتسيء للقطاع ككل، اللي ما بتسلمش في المواعيد، اللي ما بتبداش مباني، اللي بياخد مقدماته في الاخر ما بنشوفهمش، ودي اظهرت في الفتره الاخيره بسبب ناس دخلاء على السوق وما عندهمش الخبره الكافيه في اداره البروجكت بتاعه او اداره الشركه بتاعته. فهي الفكره كلها محتاجين حزمه من القوانين، والقوانين دي تطبق ويتم انشاء اتحاد مطوري، اتحاد مطورين العقاريين على مستوى مصر، ومش اي حد يدخل الاتحاد، لازم يقدم قبلها سي في، ويبقى فيه لجنه قيد في الاتحاد ده تقول له اوكي ان انت دخلت، وبمجرد ما يبقى عضو اتحاد المطورين على غرار اتحاد المقاولين، فدي على الاقل شهاده مرور بيقول ان الشركه دي الملاءه الماليه بتاعتها كويسه، ان هو بيسلم في المواعيد، ان هو ما يحصلش له مشكله، حتى لو حصل تعثر، ممكن تحصل اي تعثر لكبرى الشركات، فين نوكيا في فنلندا دلوقتي، من سامسونج، من يعني ناخد نموذجين، كنوكيا كانت زمان ايه والنهارده سامسونج او هواوي دلوقتي ظهرت عملت ايه بالطريقه ايه. احنا بنتكلم ان احنا محتاجين فعلا حزمه من القوانين، اتحاد مطورين ينظم العلاقه دي، ده في حد ذاته. حتى احنا في القاهره الجديده كنا مجتمعين مع حوالي ما يقرب من 55 شركه شغالين في القاهره الجديده بصدد تاسيس اتحاد مطوري القاهره الجديده بنفس الكيفيه اللي قلت لحضرتك عليها او اشرت لها، كاتحاد مطورين ده في حد ذاته هي يعني هيظبط السوق، هيبقى عمليه ظبط للسوق، وبالتالي احنا نقدر بعد كده لما تلاقي بقى خلاص الشركه القويه مكمله هيقدر ينافس ويقدر ينجح ويكمل ويبقى له دور في المجتمع المدني، ويقدر يساهم في جمعيات خيريه، اوكي يقدر بقى يساهم. القاهره الجديده عايزه محتاجه حاجات معينه في التطوير للشوارع نقدر نساهم فيها، ده دور مهم جدا، يعني احنا بننتظر كلنا اكيد، دور مهم جدا للبيئه، دور مهم جدا، وخاصه ان احنا بنبني مباني كلها دلوقتي خلاص، المباني المكتظه بتاعت وسط البلد زمان دي ما عادتش موجوده، كل المباني دلوقتي حواليها حدائق، في لاندسكيب، ده كله بيأثر مع يعني بيعمل تأثير إيجابي على الوضع العام والطبيعة عامة. يعني بشكرك أستاذ حسن جدا، وكل التوفيق إن شاء الله في المعرض. شكرا لك يا فندم.